وقال فيكم حسبي الله ونعم الوكيل، لأنه خديته بلاصتو، كان كيكافح وكيقرا وكيدمر، وفي الأخير كيجي واحد باه لاباس عليه ومقريه في كندا وياخذ بلاصتو واحد مسكين فقير دمر عليها. فلا يعقل أن مثلا يعني خرج رجل مسؤول ويقول مثلا أنا عندي ولدي تيقرا في كندا، شنو معنيت أنه ولدك تيقرا في كندا؟ حنا ما تيهمناش أنه يكون يقرا ولدك، كان عليه يكون رجل مسؤول يقول بأنه ولدي يسري عليه القانون المغربي. أنت عندك الفلوس ولاباس عليك باش قريتي ولادك في كندا؟ انا الوالد ديالي راه ميت وما عنديش اللي غيخلص عليا. نستنكر وبكل شده وبكل شده ما وقعنا فيه وما اصبحنا فيه في هذا من هذا المهزله ديال امتحان المحاباه، او بالاحرى امتحان الاهل للمحاماه. نعم انا كان نشد جلالة الملك وكنلتمس منه لأنه هو السد الأعلى في البلاد بتفعيل مقتضيات الدستور 2011، لأنه لحد الساعة لم تحرك الدعوة العمومية رغم هذا أن الفضيحة أصبحت تأخذ منحى كبير ووصلت إلى العالمية وأصبحت تاريخية. نحن نلتمس من جلالة الملك إيقاف هذه المهزلة. فما تم من 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 بلاغات من طرف هيئات من جمعية المحامين، هذاك البلاغ اللئيم هو بلاغ الذل. استبرأوا منه عدد من المحامين الشرفاء النزهاء المقتدرين، كنهنيهم وكان معاهم كل الدعم. حنا كالطلبة او المترشحون المرسبون في هذا الامتحان. انا شخصيا كنتكلم على نفسي، الى السيد الوزير انت عندك الفلوس ولاباس عليك باش قريتي ولادك في كندا؟ انا الوالد ديالي راه ميت وما عنديش اللي غيخلص عليا، وما عنديش اللي غادي يعطيني شي حاجه باش يعاوني باش نكون انا واصله فواحد البلاصه. ما عنديش باك صاحبي، انا الام ديالي درويشه ما كتعرفش هاد الشيء هذا. حنا ما غاديش نسكتوا، المعركه مستمره مستمره مستمره. كنطالبوا دابا بفتح تحقيق عاجل من النيابه العامه وشكرا. وقفها جينا مستنكرين هاد النتائج ديال الامتحان ديال المباراه، لان شابتها خروقات عديده بل نقولوا ان حتى شبهه التزوير كاينه. وجينا قدام البرلمان كنطالبوا من جلاله الملك حقاش هو السد العالي للدوله باش يتدخل وينصف الطلبه. وجينا كنطالبوا كذلك من رئيس النيابه العامه باش يفتح تحقيق ويحرك الدعوه العموميه. راه هذا الشيء عيب وعار. الوسخ ديال هذه النتائج ديال هذه المباراه وصل لجميع الاذاعات ديال العالم. عيب انه تشوه السمعه ديال البلاد بواحد اش غنقول لك ديال واحد الوزير اللي في حكومه اللي دار بحال ما هذا. لا اله الا الله. شوف ما غاديش ندخل هذاك ولد، ما ندخلش في التصريح ديال ولاده منو ليه. حنا كنشوفوا الخروقات اللي شابت الامتحان، كاين خروقات عديده، تعدد الاسماء، تعدد الكنيه ديال النسب ديال بزاف ديال المجازين. ما ردني هو انه حاميها حراميها مدير مركز اللي هو الساهر على الامتحان ضمن لائحه. النسب ديال العديد ديال الاسماء معروفين بلا ما نذكرهم ناجحين. اكثر من هذا ان المباراه أن ماشي مباراة امتحان، أن هذا الامتحان خرج القرار الوزاري الأول ديال وزير العدل قال لك أنه كاين 180 سؤال، 80 سؤال إلا جبتي 80 صحيحة راك غادي تولج المباراة، راك ناجح. دوز الامتحان من وراها خرج قرار آخر تصريح ديالو، حقاش تصريح بمثابة قرار، خرج التصريح ديالو كاش كيقول لك أن راه تعرض للضغوطات ما غاتبقاش 800 حق راه ولا 800 تحدد المناصب من 800 رانا غادي نهضر معاهم وغادي ندخل غيولي 200. هو تغيير ديال القرار. واش تخلي الطلبه حتى يستاجوا الامتحان عاد باش تبدل؟ لا يعقل لا يعقل. اليوم كنت واجدوا بالرباط حيث انه كان مقررا ان تكون هناك وقفات احتجاجيه
بمختلف جهات المغرب ومراكز الامتحانات، وتقرر أن الوقفة الاحتجاجية بالرباط ستكون أمام البرلمان. غير أننا بعدما تجمعنا أمام البرلمان وجدنا أنه السلطات العمومية لم تريد أن نقوم بهذه الوقفة، وقد قامت بمنعنا من أن نقوم بحقنا الدستوري في الاحتجاج وفي التعبير عن مطالبنا. اليوم حينما نحتج فنحن نحتج على مجموعة من الخروقات، ونحتج على الفساد الذي شاب لائحة الناجحين في مباراة الأهلية لمزاولة المحاماة، لأن رغم احتجاجنا منذ البداية وجدنا أن هؤلاء المسؤولين والجهات المختصة لم تقوم بأي تحرك جدي من أجل كشف الفساد الذي ساد هذه العملية، أو من أجل مساءلة ومحاسبة المتورطين. لما نتحدث عن الفساد الذي شاب، فبدون ما نتحدث عن الأخطاء الشكلية والموضوعية التي كانت في الامتحان ديال المحاماة، لكن منذ انطلاق اللائحة وجدنا أن اللائحة هي عبارة عن وزيعة سياسية وعائلية، اللي من خلالها واحد مجموعة ديال الأبناء ديال مجموعة ديال العائلات تم الإنجاح ديالهم، وتم ترصيب مجموعة ديال الكفاءات ومجموعة ديال المتمكنين من القانون ومن المساطر القانونية. الإشكالية أنه كان تضارب كبير ديال المصالح حينما نجد أن وزير العدل لديه ابنه ومقربين منه يعني داخل اللائحة، وليس فردا أو اثنين. كذلك حينما نجد أنهم مجموعة من المسؤولين يتواجدون بالقائمة، وأنهم مجموعة ديال الناس اللي معروفين بالنيفو ديالهم، أنهم ليس لهم مستوى علمي وأكاديمي يؤهلهم لأن يزاولوا مهنة المحاماة، لأن الناس في الجامعات والناس بهذه المدن الناس كتعرف بعضياتها وكنعرفوا كل واحد والمستوى ديالو. وكذلك كنشوفوا انه مثلا مسؤول مركزي مسؤول مهم داخل وزاره العدل ضمن لائحه الناجحين رغم العمر ديالو ورغم المسؤوليه الحساسه التي يشغلها بكونه مقربا من مراكز القرار ومن الناس اللي يشرفون على هذا الامتحان، والناس الذين لهم علاقه باللجان الذين يصيغون هذا الامتحان والذين يشرفون عليه. هذا تضارب صارخ للمصالح، وهذا تهديد للمؤسسات وتهديد للشفافية التي يجب أن تكون في المباريات، وتهديد لتكافؤ الفرص وحرمان أبناء الشعب وحرمان الكفاءات من الولوج سواء المهن المحاماة أو للوظائف العمومية عموما. احنا كنا متوقعين والجميع كان متوقع أنه كان فساد وكان باك صاحبي وكان مجموعة ديال الأمور ديال المحسوبية والزبونية، لكن ما كناش متوقعين أن هذه اللائحة ستكون مليئة عن آخرها بواحد الشكل فظيع، بواحد الشكل مفضوح، بناس اللي معروفين وبناس اللي والديهم ومقربين ديالهم سواء في الوزارة وسواء بمناصب مهمة في يعني في مهن القضاء ولا سياسية، غادي يكونوا حاضرين بداك الشكل. على الأقل كنا من قبل مثلا في 2016 رغم الغش ورغم التدخلات ورغم الأمور كنعرفوا أنهم ناس كفاءات استطاعوا أنهم يفرضوا رأسهم، رغم أنهم كان إقصاء لبعض الكفاءات، لكن المخير فينا كيعرف واحد جوج ثلاثة ولا أربعة ديال الناس اللي استطاعوا أنهم يفرضوا رأسهم، أو الناس اللي لعب لصالحهم الحظ أمام التحكم وأمام التلاعب اللي كيكون. للأسف حنايا المعركة ديالنا مستمرة من أجل مطالبنا العادلة، وأن قوة قضيتنا العادلة من خلال التفاعل ديال السادة المحامون، ومن خلال التفاعل ديال نادي القضاة، ومن خلال التفاعل ديال عموم الرأي العام كيبين أن هذه القضية عادلة، وأن هذا الشيء أصبح غير مقبول بتاتا، وأنه يجب الإعادة في المنظومة ديال التوظيف وفي طرق التوظيف، وفي أنه مطلبنا ليس رحيل وهبي فقط، ولكن مطلبنا هو محاسبة كل المتورطين في هذه المهزلة، ومحاسبة السماسرة الذين يبيعون ويشترون في المناصب وفي الوظائف العمومية. وشكرا لكم. السلام عليكم، احنا مجموعة من طلبة ديال القانون الخاص
بالرباط، جينا كنطالبوا بالغاء الامتحان وكنطالبوا بفتح تحقيق في امتحان مهنه المحاماه، لانه كانت فيه مجموعه من الخروقات كلنا عارفينها. حنا ولاد اليوم ما كايناش شي حاجه تقدر تدوز، يمكن هاد الخروقات كانوا كيتداروا في الماضي، يعني ما كناوش الناس كيعيقوا بهم، لكن دابا لا. غادي نقول لكم كفى من هاد الخروقات، نحن نطالب بالشفافيه والمصداقيه في الامتحانات. ما بغيناش باقي يبقاو نعيشوا هاد الحقره وبقاو نعيشوا في هاد باك صاحبي، لا خاصك شي كود بيستون باش انك تدخل هاد المهنه هادي. لا كفاكم بالله عليكم، واش نتوما هاد المسؤولين هاد، واش نتوما ما كتخافوش الله؟ كفى يكفيكم دعوه مظلوم اذا رفع يده الى السماء وقال فيكم حسبي الله ونعم الوكيل، لانه خديتو بلاصتو، كان كيكافح وكيقرا وكيدمر، وفي الاخير كيجي واحد باه لاباس عليهم قريه في كندا وياخذ بلاصه واحد مسكين فقير دمر عليها. بالله عليكم واش ما كتخافوش الله وما كتخافوش من انفسكم؟ وانا اعلم جيدا ان جلاله الملك لن يرضى عن هذا الظلم، اعلم جيدا ذلك، واعلم انه سوف ناخذ حقنا اليوم او غدا، اعلم ذلك جيدا، حتى وان لم ناخذه في الدنيا سناخذه في الاخره. عندنا المشكل ديال انه عندنا واحد المجموعه من الخروقات تعرضت لها قائمه الاسماء المحامين مؤخرا، بان هناك اسماء يعني متشابهه وكذلك اسماء عائليه واسماء من كبار الشخصيات، ولذلك اليوم نطالب النيابه العامه بصفتها ممثله الحق العام، بصفه انها تطبيق السليم للقانون، انها تدخل لفتح كذلك تحقيق في هذه القائمه المشبوهه، بصفتنا نحن متضررين من هذا الامتحان. السيد الوزير خرج بواحد التصريح تيقول بان راه يعني بالنسبه للقانون مهنه المحاماه ما يمكنش ان المترشحين يجيو يدوزوا مهنه المحاماه، هما ما مستعدينش انه يجتازوا في هذه المهنه. فاقول له لان القرار اللي مضيتي عليه وسنيتي عليه ويعني وحطيتيه لنا بصفه كانك كوزير كتمثل السلطه التنفيذيه، كتمثل الحكومه المغربيه، وعطاك جلاله الملك واحد الثقه انك تمثل في المغرب، ولكن للاسف يعني يتبين لنا بان هناك خروقات على في الوزاره ديالك، وخاصه ان يعني صدقتي وقعتي لواحد التوصيف، لان خاص يكون في الشفوي، وحنايا كنلقاو تقريبا 20 سؤال يعني متعلق في ماده الشفوي كيتحط في الماده الكتابيه، واقصى ضرر اللي حنا تقصي عليه يعني تم تعرض للقصف والاستفزاز والتصريحات ديالك الاخيره، وكذلك يعني الاسماء المشبوهه الخطيره والمتكرره، وبعض الاسماء يعني تقريبا الاسماء يعني الحاملين بعد مثلا الارقام الاستدعاءات ذات الاسماء اخرى. اذا في هذه الحاله كنتمنى انها تفتحوا التحقيق. الا حنا ما عندناش ادله، عندنا ادله، حنا طلبه يعني راسبون في هذا الامتحان، ولكن عندنا ادله بان هناك اسماء مشبوهه، هناك اسماء مشبوهه ذات احزاب سياسيه كتنتمي واحد المجموعه من السلطات، ولهذا كنطلبوا ايضا صاحب الجلاله انه يدخل في هذه المهزله الاخيره، انه فاش يحد من هذا. فلا يعقل ان مثلا يعني خرج رجل مسؤول ويقول مثلا انا عندي ولدي تيقرا في كندا، شنو معنيت انه ولدك تيقرا في كندا؟ ما تهمناش حنا يكون يقرا ولدك، كان عليه يكون رجل مسؤول يقول بانه ولدي يسري عليه القانون المغربي، تولدي هو كيسري عليه القانون المغربي الى غير ذلك. فيهمنا الامر لانه وجه واحد المجموعه من الطعونات ضد المؤسسات العموميه الدوله، منها الجامعات ديال المغرب الى اساتذه جامعيين وطلبه، واستهدف واحد الفئه من المغاربه من الامهات والاباء اللي عندهم الدخل ديالهم متوسط ولا واحد المهن الفقيره. ولهذا نطالب النيابة العامة بالتدخل وصاحب الجلالة باعتباره القائد الأعلى في البلاد وأمير المؤمنين، وشكرا.